المخرج عاطف سالم أثناء تصوير واحد من أفلامه اتعصب المخرج جدا على واحد من العمال في الاستوديو، وده بسبب عدم إنجازه للعمل المطلوب منه، وطرد المخرج عاطف سالم. فرشدي أباظة حاول يهدي المخرج لكنه رفض، فهدد رشدي أباظة بالانسحاب من الفيلم لو العامل ده مرجعش. واتدخل المنتج وباقي فريق العمل ورجع العامل الفيلم بعد ما رشدي قال له يعتذر المخرج. وعمل رشدي أباظة غدوة فلاحي لجميع العمال في الفيلم وقعد معهم على الطبية، وكانت دي عادته مع كل عمل أو فيلم بيشتغل فيه، كان بيقعد مع العمال وبيستمع ليهم وبيحللهم مشاكلهم المادية والعائلية الله يرحمه.